كان الرئيس السيسي قد استهل مشاركته في الندوة التثقيفية بتكريم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهاز الفني عقب تأهله نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا 2018. وكان المنتخب المصري الأول لكرة القدم قد تأهل إلى بطولة كأس العالم روسيا 2018 بعد 28 عاما. أنا بسجل احترامي وتقديري ليكم كلكم، وبسجل تقديري لكل الجهد اللي انتوا عملتوه، وبقول لكم شوفوا في ساعة وشوية كده انتوا عملتوا في قلوب تقريبا 100 مليون مصريين. شوفوا انتوا عملتوا ايه. انتوا شايفين كل الناس فرحانة بيكم، عشان تعرفوا ان كل حاجة حلوة هتعملوها يا مصريين، مش انتوا بس، كل المصريين، بتفرح شعب مصر اللي عايز يفرح ومن حقه يفرح.